السلام عليكم، أهلا بكم في مدارس الوطن العربي. عنوان وحدتنا لهذا اليوم الإنسان للإنسان للصف الرابع لمادة اللغة العربية. فلنبدأ الآن بقراءة الدرس ضمادات الجروح، صفحة رقم 44. كثيرا ما يصاب أحدنا ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات، فيلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح. فهل خطر لك يوما أن تسأل عن قصة اختراع هذه الضمادات؟ يعود الفضل في اختراع ضمادات الجروح إلى إيرل ديكسون الذي فكر في طريقة لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل، لتستغني بذلك عن الضمادات الكبيرة التي تغطي العضو المصاب كله. ألصق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاصق، وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة. فتمكنت زوجته بذلك من مداواة جروحها بسهولة ويسر. عرض ديكسون اختراعه على إدارة شركته، فرحبت به وعملت على تطويره حتى يناسب أحجام الجروح كلها، ووزعت المنتوج مجانا على الفرق الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجا له. حظي ديكسون بتقدير شركته ومنح ترقية بفضل اختراعه الذي انتشر في أصقاع الأرض وأصبح لاهنا عنه في الإسعافات الأولية. ننتقل معا لعرض ما تضمنه الدرس من أفكار ومعاني. أفكار ضمادات الجروح، يتحدث النص عن اختراع رائع في مجال الطب وهو ضمادات الجروح. يعود هذا الاختراع إلى المخترع الأمريكي إيرل ديكسون. نال اختراع ديكسون ترحيبا في مختلف أصقاع الأرض وأصبح لاهنا عنه في الإسعافات الأولية. أما الآن معاني ضمادات الجروح. جروح هي آثار في الجلد مع إسالة الدم. العضو هو جزء من الجسم. حظي بمعنى نال. أصقاع مناطق من الأرض. ترويجا تشهيرا. الطارئة المفاجئة. تقدير اعتزاز وشكر.